مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، طلابي الأعزاء، طلاب الصف التاسع، أحييكم تحية مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع درس جديد من دروس التعلم عن بعد للفصل الدراسي الأول الصف التاسع، فرع المادة القراءة، الحصة الأولى، عنوان الدرس المرأة صنو الرجل. والآن كما تعودنا هيا بنا نتابع قراءة الأهداف. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تقرأ الدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرة، تتعرف المفردات الجديدة والعلاقات اللغوية بينها، تستنتج غرض الكاتب من النص. والآن هيا نقرأ الدرس. القراءة، المرأة صنو الرجل، للكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي. المرأة صنو الرجل وعضده، فهي التي تلازمه أما وأختا وزوجة وبنتا، من صرخة الوضع إلى أنة النزع. لا يستطيع الأب أن يحمل بين جانحتيه لأطفاله الصغار عواطف الأم، فهي التي تحوطهم بعنايتها ورعايتها، وتظللهم بجناح رحمتها وشفقتها، وتسكب قلبها في قلوبهم حتى يستحيلوا إلى قلب واحد يخفق خفوقا واحدا ويشعر بشعور واحد، وهي التي تسهر عليهم ليلها وتكلأهم نهارها، وتحتمل جميع آلام الحياة وأرزائها في سبيلهم، غير شاكية ولا متبرمة، بل تزداد شغفا بهم وإيثارا لهم بمقدار ما تبذل من الجهود في سبيل تربيتهم. إنها سر الحياة الإنسانية وينبوع وجودها وكوكبها الأعلى الذي تنبعث منه جميع أشعتها. لا يستطيع الرجل أن يؤدي رسالته في الحياة دون أن يجد إلى جانبه زوجة تبعث في نفسه روح الشهامة والهمة، وتغرس في قلبه كبرياء المسؤولية وعظمتها. وكذلك فإن الشيخ لا يستطيع في أخريات أيامه أن يجد في قلب ولده الفتى من الحنان والعطف والحب والإيثار ما يجد من ذلك في قلب ابنته الفتاة، فهي التي تمنحه يدها عكازا لشيخوخته، وقلبها مستودعا لأسراره وهواجس نفسه، وهي التي تسهر بجانب سرير مرضه ليلها كله، تتسمع أنفاسه وتصغي إلى أناته، وتحرص الحرص كله على أن تفهم من رعشات يديه ونظرات عينيه حاجاته وأغراضه. إن الحياة مسرات وأحزان، أما مسراتها فنحن مدينون بها للمرأة، لأنها مصدرها وينبوعها الذي تتدفق منه، وأما أحزانها فالمرأة هي التي تتولى تحويلها إلى مسرات أو ترويحها عن نفوس أصحابها على الأقل. فنحن مدينون للمرأة بحياتنا كلها. ويتفق الرجل والمرأة في كثير من الجوانب، وقد يختلفان في جوانب أخرى، ففي جوانب الاتفاق يعاملها معاملة الصديق للصديق والنظير للنظير، وفي جوانب الاختلاف يكون شأنه معها شأن الناصح والمحاور والمناقش، يأخذ بيدها ليستطيع أن يجد منها الصديق الوفي والعشير الكريم. وخلاصة القول، كم نحن بحاجة إلى التأمل والتفكر في تلك العلاقة التكاملية السامية التي تربط بين الرجل والمرأة كركنين أساسيين تنهض بهما المجتمعات وترقى بهما الأمم، مصداقا لقوله تعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والآن هيا بنا نجيب عن الأسئلة. افتحوا الكتاب على الصفحة المحددة. الدراسة والتذوق. أولا لغة النص. هات معنى الكلمتين اللتين تحتهما خط فيما يأتي، ثم ضعهما في سياقين جديدين. هات معنى الكلمتين اللتين تحتهما خط فيما يأتي، ثم ضعهما في سياقين جديدين. يقول: وهي التي تسهر عليهم ليلها وتكلأهم نهارها. ما المعنى المناسب؟ نعم، فكروا معي. المعنى، أحسنتم، تحفظهم وتحرسهم. هذا المعنى في النص، نريدها في سياق جديد. يمكن أن نقول: بارك الله فيكم، ترعى الحيوانات صغارها وتكلأهم. وتحتمل جميع آلام الحياة وأرزاءها في سبيلهم. ما معنى كلمة أرزاء التي وردت في هذه العبارة؟ هيا نفكر سويا. نعم، الإجابة مصائبها وشدائدها. يعني كلمة أرزاء تعني المصائب والشدائد، مصائبها وشدائدها. السياق الجديد: تشغلنا الحياة بأفراحها وأرزائها. تشغلنا الحياة بأفراحها وأرزائها. السؤال الثاني: ما العلاقة اللغوية التي تربط بين كل كلمتين تحتهما خط فيما يأتي؟ ألف: فهي التي تلازمه من صرخة الوضع إلى أنة النزع. لعلكم تلاحظون معي العلاقة الواضحة بين الوضع والنزع. نعم، أحسنتم يا شباب، إنها علاقة تضاد، وكما تعلمون أن التضاد هو العكس، أي كلمة تخالف الكلمة الأخرى في المعنى، فالوضع عكس النزع. باء: تغرس في قلبي كبرياء المسؤولية وعظمتها. ما العلاقة اللغوية بين كبرياء وعظمة؟ لعلكم تلاحظون معي وأسمع من يقول: أحسنتم، ترادف، ممتاز. السؤال الثالث: هواجس نفسه. هات مفرد كلمة هواجس ثم ابحث في المعجم عن معناها. هواجس، بارك الله فيكم يا شباب، مفرد الكلمة هاجس، أحسنتم. ما معناها إذن؟ معناها المخاوف التي تدور في النفس. ننتقل إلى الفهم والتحليل. أي مما يأتي يمثل غرض الكاتب من النص؟ هيا نقرأ الخيارات سويا ثم نجيب. نعم، بارك الله فيكم جميعا، إنها تأكيد مكانة المرأة في المجتمع. تأكيد مكانة المرأة في المجتمع. السؤال الثاني: متى تزداد الأم حبا لأبنائها كما ورد في الفقرة الثانية من النص؟ يتوجب علينا الآن أن نعود إلى الفقرة الثانية ثم نقرأها قراءة جيدة، وهذا هو درس القراءة يا شباب، لابد من الرجوع إلى النص كلما دعت الحاجة. هيا نعود ونقرأ الفقرة الثانية ثم نجيب عن هذا السؤال. ممتاز، وبعد أن قرأنا الفقرة الثانية يتبين لنا أن الإجابة الصحيحة هي، أحسنتم يا شباب، كلما زاد جهدها في تربيتهم. السؤال الثالث: كيف وصف الكاتب عاطفة الأم تجاه أبنائها؟ من خلال قراءتكم للنص، كيف وصف الكاتب هذه العاطفة؟
نعم، إنها عاطفة الشفقة والرحمة، فلن تجد أحدا عنده عاطفة الشفقة والرحمة مثل الأم. والآن مع هذه اللعبة التعليمية أو النشاط المميز، أمامك الرابط، اضغط هنا حتى ندخل إلى البرنامج. عليك التركيز عند البدء في الحل. والآن نبدأ نشاط الترادف والتضاد. نبدأ هنا كلمة النظير، نأتي بالكلمة التي توافقها في المعنى. مرادف كلمة الصنو النظير، ممتاز. والآن كلمة يختلف، مضاد كلمة، هي مضاد لكلمة يتفق. أحسنتم يا شباب. كلمة تواضع، كلمة تواضع هي مضاد لكلمة كبرياء. بارك الله فيكم. كذلك مضاد كلمة أحزان أو مضاد كلمة مسرات هي أحزان. كلمة مصائبها، مصائبها هي مرادف كلمة أرزائها. مرادف كلمة شغفا حبا. بارك الله فيكم جميعا. طبعا قلنا بأن الترادف هو عبارة عن كلمتين متوافقتين في المعنى مختلفتين في الألفاظ. مثال: يجري ويركض، ومقدام وشجاع، وهكذا. أما التضاد فهي الكلمات التي تأتي مخالفة لبعضها في المعنى، مثل أن نقول شجاع وجبان، طويل وقصير، وغير ذلك. الآن نرسل الإجابات. أحسنتم يا شباب، نجد هنا من الإجابات كلها صحيحة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في درس جديد ولعبة جديدة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.